رجعنا لايام الحرب وتنذكر ما تنعاد يعني من خلال هالجميل. بس هيدي مش حرب، هيدي تحدي. ويل اللي يتحدى نجوى كرم باي مجال لا مش نجوى كرم بس، كل واحد معه حق، ويله اللي يتحدى ونجوى كرم. يعني بي بيقول بنتي المفتاح تبع قناعتها كثير بسيط، قد ما فيكم تعوا معها باللين وبالهدوء، لانه اللي بده يتحداها بده يخسر. عشرت يكون على حق، انت مع الحق. اكيد اكيد اكيد. نجوى طبعا ذكرنا مرحله المراهقه اللي قلتي ما عشتيها مثل ما لازم، بس بهي المرحله يعني الانسان بحس برومانسيه معينه، يعني بيكون بحاجه لها وحده بتولد أكيد. بقلب الانسان أكيد. الرومانسيه وين كانت بحياتك؟ كان لها محل؟ اكيد كانت مع كنا نواكب خوليو اغليسياس، كنت احبه كثير، كنت حب أغنية كانت تذكرني دائما بأم جيراننا. خبروني كنت تجمعي له كاسيتاته. ايه فعلا. شو قصة الكاسيتات؟ خبرينا أكثر. بحبه، بحب صوته، بدقني على الوتر وعلى الوتر الحساس خصوصا. كنت تاخذيهم معك على المدرسة كمان الكاسيتات؟ هيك شيء هيك شيء، لأنه كمان كان كانوا عيطوا عليكي؟ لا كان في كم رفيقة كانوا يحبوه. وكنا على القليل نعيش مراهقتنا هيك بكل احترام وبكل براءة بكل براءة بين بعضنا، ونتسمع إذا وحدة منا عجبتها شي أغنية تدلها للتاني عليها. إنه شوفي كنا بالأغاني نعيش الغرام. نعم. طب والكاسيتات بعدهم عندك لهلأ؟ في قسم منهم بعده عندي. إيه في شي غنية بكتك مثلا هيك أثارت فيك؟ بحب فيا مامبراسي. فيا مامبراسي إيه بحبها كتير. كمان رح نسمعها. حلو. Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens.